13 سؤالا صعبا سيدفعك إلى الجنون. وكأنني أحتاج إلى المساعدة. إذن دعني أسألك، هل لديك حس إدراك سليم؟ إذا كنت تعتقد ذلك حقا، ستشك في الأمر بعد إجابتك على هذه الأسئلة. لنرى ما إذا كنت قادرا على اجتياز هذا التحدي الصعب. السؤال الأول، وضع ديكم بيضة فوق سقف الحظيرة، في أي اتجاه تدحرجت البيضة؟ لديك 10 ثوان لتخمين الإجابة. هل وجدت الجواب؟ مهما كان الاتجاه الذي اخترته فأنت على خطأ. لماذا؟ لأن الديوك لا تبيض بكل بساطة. هنيئا لك إذا كنت متنبها بما فيه الكفاية للإجابة على هذا السؤال. السؤال الثاني، لننتقل إلى سؤال أسهل. سنختبر الآن معلوماتك في التاريخ. ما كان اسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1996؟ سواء أعجبك ذلك أم لا، كان اسمه دونالد ترامب كما هو الآن. فالأسماء عادة لا تتغير مع الوقت، أما الحقائق من ناحية أخرى. حسنا، دعنا من خوض موضوعها. السؤال الثالث، تخيل نفسك في زورق يغرق وأنت محاط بأسماك القرش. يا للهول. لكن هذا لا يعني أنه عليك الاستسلام إلى مصيرك المحتم. كيف ستنجو من هذا المأزق؟ بدأ عد الثواني العشرة. يبدو الوضع ميؤوسا منك، أنا أعلم ذلك، لكن كل ما عليك فعله هو التوقف عن السرحان في الخيال. ها أنت ذا قد عدت إلى حياتك الطبيعية مجددا. السؤال الرابع، إذا حملت عود كبريت واحد فقط ودخلت غرفة مظلمة فرأيت أنها تحتوي على مصباح زيتي وصحيفة وبعض الحطب، ماذا ستشعل أولا؟ لقد بدأ عد الثواني العشرة. لا داعي لأن تفكر كثيرا، لقد اخترت سلفا الجواب بإشعالك عود الكبريت في المقام الأول لكي ترى البقية. السؤال الخامس، لوالدي لاري 5 أولاد وأسماؤهم 10 و20 و30 و40، وما اسم ابنه الخامس؟ الوقت يمر. بما أن الأب هو والد لاري، لابد وأن يكون اسم ابنه الخامس لاري بالطبع. هل فهمت الفكرة؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدناه. السؤال السادس، لندخل بعضا من الرياضيات إلى القمامة، أقصد في مزيج أسئلتنا ونختبر معلوماتنا. كم مرة نستطيع طرح 10 من 100؟ لديك 10 ثوان للتفكير في الإجابة. في الحقيقة تستطيع الطرح مرة واحدة فقط، في المرة الثانية التي تطرح فيها 10 ستطرحها من 90. حل سهل وبسيط. السؤال السابع، تعيش الآنسة جونز في كاليفورنيا ولديها 5 أطفال، 3 صبيان و2. سؤالنا بسيط جدا، ما هي كنية زوجها؟ ليس للآنسة جونز زوج، لو كان زوجها حيا للقبناها بالسيدة. السؤال الثامن، أي جبل اعتبر الأعلى في العالم قبل اكتشاف جبل إيفرست؟ حان الوقت لمعرفة الإجابة. كان ولا يزال جبل إيفرست هو الأعلى،
فهو تواجد حتى قبل اكتشافه رسميا. بالمناسبة، إذا أردت اختبار نفسك بأسئلة أصعب، شاهد الفيديو الآخر الذي حضرناه لك هنا، إنه يحتوي على أسئلة مقابلات جوجل التي لا يستطيع الإجابة عنها بشكل صحيح إلا الأكثر ذكاء من الناس. لا تدعه يفوتك. السؤال التاسع: تسابق قرد وسنجاب وعصفور إلى قمة شجرة جوز الهند، من برأيك سيحصل على الموزة أولا، القرد أو السنجاب أو العصفور؟ لا أحد، إنها شجرة جوز الهند، هل تتذكر؟ عليك التركيز أكثر. إليك السؤال التالي. السؤال العاشر: يدعي رجل بأنه يستطيع التنبؤ بالنتيجة الصحيحة لكل مباراة كرة القدم قبل أن تبدأ، والمدهش أنه دائما على صواب، كيف يمكن هذا؟ هل هو وسيط روحاني؟ ماذا تعتقد أنت؟ في الواقع هو ليس بوسيط روحاني، بإمكانك التنبؤ أنت كذلك، لأن نتيجة المباريات كلها قبل أن تبدأ هي 0-0، لا حاجة للقوة السحرية هنا. السؤال الحادي عشر: أنت تركض في سباق، وإذ بك تجتاز صاحب المركز الثاني، ماذا أصبح مركزك الآن؟ كلا، لم تحتل المركز الأول، لقد اجتزت العداء صاحب المركز الثاني وأخذت مكانه، هذا يعني بأنك في المركز الثاني لا غير، يا له من فخر. السؤال الثاني عشر: أنت تقود حافلة فيها 10 أشخاص، في المحطة الأولى ينزل منها 4 أشخاص ويركب 2، في المحطة التالية ينزل 3 أشخاص ويركب 5، وفي المحطة الأخيرة ينزل 6 أشخاص ويركب 1 فقط، ما عمر سائق الحافلة؟ حاول العثور على الجواب في 10 ثوان. هل أجهدت دماغك في هذا اللغز؟ إنه أسهل بكثير مما تظن، لقد قلنا منذ البداية أنت تقود حافلة، عمرك هو الجواب الصحيح لهذا السؤال. حسناً، ربما ستتمكن من حل السؤال التالي. السؤال الثالث عشر: إليك سيناريو عائلي آخر، للسيد والسيدة أندرسون 6 صبيان، ولكل ابن أخت واحدة، هل بإمكانك حساب عدد الأشخاص في العائلة؟ في الواقع تتكون عائلة أندرسون من 9 أفراد، لنعدهم معا، يوجد 6 صبيان ولكل صبي أخت واحدة، ما يزيدهم شخصا واحدا لأنها الأخت نفسها لكل صبي، وأخيرا تبقى الأم والأب، هذا يجعلهم 9 أفراد. هل فهمت الحل؟ كم لغزا استطعت حله؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدناه. لا تنسى أن تضغط زر الإعجاب وأن تشارك هذا الفيديو مع جميع أصدقائك، اشترك كذلك في قناتنا إذا أردت البقاء على الجانب المشرق. نراك قريباً.